أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. ابنه مخرج مشهور وشقيقته فنانة وخلافات مع دريد لحام وعمل مع نهاد قلعي وما لا تعرفه عن الفنان عمر حج. ولد الفنان عمر حج يوم 31 مارس 1931 في مدينة حلب بسوريا، وهو من مؤسسي نقابة الفنانين السوريين، وابنه المخرج الليث حج وشقيقته الفنانة أميرة حج. والفنان عمر حج يعتبر من أشهر صناع المسرح والدراما في سوريا، صرح كبير، وخرج من مدرسته العديد من النجوم السوريين، وتعاون في مسيرته الطويلة في الفن مع أبرز الممثلين السوريين أمثال دريد لحام ونهاد قلعي وغيرهم. الفنان عمر حج أصر على إكمال دراسته رغم العوائق، فانضم إلى المدرسة الخسروفية التي تدرس القرآن، ومن ثم خرج منها بسبب تجاوزه السن، فأخذ قراره المهم وهو تركه للتعليم والتوجه للعمل في المسرح. لكن والده كان يعارض دخوله في عالم المسرح، ومن ثم رضخ لرغبة نجله، لكن أوصاه بأن يقدم أعمال مفيدة وبناءة. بدأ الفنان عمر حج أعماله في المسرح من خلال تأسيسه مع الممثل عبد المنعم أصبر فرقة الفنون الشعبية، التي قدمت لأول مرة في تاريخ المسرح السوري مسرحيتين جادتين هما الاستعمار في العصفورية ومبدأ أيزنهاور. وكان أول من أدخل مسرح البنتونيوم للتمثيل الإيحائي للوطن العربي، حيث قدم مسرحية النصر للشعوب عام 1959 على مدرج جامعة القاهرة أمام أعضاء المؤتمر الآسيوي الأفريقي. وفي أواخر الستينات أسس عمر حج مسرح الشوك، وقدم أولى عروضه في المركز الثقافي الروسي بدمشق، قبل أن يتلقف الفكرة الثنائي نهاد قلعي ودريد لحام ويقدم أعمالا مميزة منها مرايا. ومن ثم توجه مع رفاقه الممثلين لتأسيس مهرجان دمشق للفنون المسرحية كأول مهرجان مسرحي في الوطن العربي. كما ساهم حج في أواخر الستينات من القرن العشرين بتأسيس المسرح الجوال التابع لوزارة الثقافة. بعد 10 سنوات تقريبا توقفت فرقة مسرح الشوك
وتابع عمر حجو مسيرته المسرحية مع دريد لحام من خلال فرقة أسرة تشرين. وقدم الفنان عمر حجو من خلال الفرقة العديد من الأعمال: ضيعة تشرين عام 1974، والغربة عام 1976، وكاسك يا وطن عام 1979، وشقائق النعمان عام 1978 وغيرها. وقدم الثنائي لحام وحجو مسرحية صانع المطر في العام 1992، ووقع خلاف مالي بين دريد لحام وعمر حجو. على أثره قام لحام باستبعاد حجو بالممثل السوري حسن دكال، وصورت المسرحية تلفزيونيا بلا عمر حجو. فشلت صانع المطر بحصد النجاحات التي حققها دريد لحام سابقا بأعماله مع عمر حجو، وبعد سنوات من القطيع عادت العلاقة بين النجمين إلى سابق عهدها. وقدما سويا مسرحية السقوط في قطر أواخر العام 2010، ثم عاد عرضها في قطر مطلع العام 2011. في الفنان سيرة عمر حجو إنجازات وإبداعات كبيرة، فكان بمثابة صانع المسرح السوري ومخرج كبار، وقدم أجمل الأعمال، لكنه فشل كممثل بتحقيق النجومية التي حققها أقرانه كدريد لحام وياسر العظمة. فلم ينصفه المشاهدون ولم يتعرفوا على قيمته الكبيرة، فأخذ حقه وراء الكواليس أكثر من الشاشة. على صعيد آخر يؤكد النقاد أن عمر حجو لم يكن يطمح بالنجومية بقدر ما كان يطمح بأن يكون صانع المسرح ومحركا لنهضة الفن في بلده، فأخذ منه العمل خلف الكواليس الكثير من المجهود على حساب تفرغه لتحقيق النجومية. عاد الفنان عمر حجو في العام 2015 للعمل مع دريد لحام من خلال مسلسل سنعود بعد قليل، ولم يكن يعلم أنه سيكون آخر أعماله الدرامية، حيث توفي نهار الأربعاء 4 آذار 2015 على أثر نوبة قلبية بعد أيام من خضوعه لعملية ديسك وفترة مرض. قبل وفاته بفترة تم تسريب صورة للفنان عمر حجو من على سرير المرض، كانت صادمة لجمهوره ومحبيه، حيث بان فيها متهالكا وكأن المرض هزمه. خاض الفنان الراحل عمر حجو تجربة التأليف من خلال فيلم غرام المهرج، وجه العديد من الممثلين والفنانين والمثقفين في حلب توصية تضمنت تسمية أحد شوارع أو معالم مدينة حلب باسم الراحل عمر حجو، تخليدا لذكراه وتقديرا لما قدمه لحلب.